يعني أنا عندي حالات حتى أذكرها لحضرتك، 30 عائلة في إحدى مناطق أطراف بغداد زرتهم بنفسي. هذه العوائل كل العائلة بدون مستمسكات، وأطفال عبروا سن المتوسطة وهم بدون مستمسكات، وإحدى العوائل الأب والأم متوفين. هذه منطقة تحديدا؟ يعني أنا حقيقة في أطراف بغداد في 7 قصور. يعني ما عندهم مستمسكات، بالتالي هذا حقوقه في التعليم ضاعت، حقوقه في الصحة ضاعت، حقوقه بكونه عراقي اليوم لا يستطيع ينتخب، حقوقه السياسية ضاعت، ولا يحصل على مواد غذائية لأن هو ما مسجل في، وبالتالي يعني حتى البنات اللي راح يتزوجن أيضا حقوقهم ولا يستطيع أن يتزوج إلا بالطريقة نفسها، بطريقة خارج المحكمة.